شوبينج صار أحيانا على MTV ضمن برنامجنا شوبينج باي بست سيلر. عم نطلع عليكم يوميا لنعرفكم على أصناف متنوعة ومميزة، وهيك فيكم تصيروا تعملوا شوبينج بطريقة كتير سهلة وواضحة وبأسعار كتير مقبولة. أنتم مرتاحين ما لكم إلا تختاروا وتتصلوا فينا على بست سيلر على 01-44-55-55 وبيوصل الغرض لعندكم من دون أي كلفة توصيل إضافية. كلنا منحب ناكل تبولة بس منعطى الهم فرم الخضرة والبقدونس لأنه بياخدوا وقت كتير. مع 60 سكند تبولة انحلت هالمشكلة. هالمكنة بتفرم البقدونس بثواني، ما قلنا إلا نشد الخيط 3 أو 4 مرات، وكل ما نسحب الخيط أكتر كل ما ينفرموا زيادة. ومش بس هيك، ارتحنا من فرم البصل يلي ببكي كل ستات البيوت كمان بثواني وبينفرموا. والأهم كمان إنه ما بقى نعرض إيدينا للسكاكين وما بقى نتلبك بالأدوات الكهربائية التقليدية التقيلة. 60 سكند تبولة بتفرم البندورة من دون ما تغرق بالصوص تبعه، وبتفرم أشياء كتير قاسية مثل مكسرات وحتى الجزر. بتقطع على شقف صغيرة من دون أي مجهود، بأصبع واحد 3-4 مرات وبيجهز كل شيء. 60 سكند تبولة مكفورة لمدة 2 سنين وفيكن تحصل عليها ب $32 بس. ومش بس هيك، بيجي معها هالسلات بول هدية. ما لكم إلا تتصلوا ببست سيلر على 01-44-55-55 وبتوصل لعندكم وين ما كنتوا بلبنان فري ديليفري. شو أورجانايزر هالشبه الخزانة يلي بتنظم وبترتب الشوز؟ شو أورجانايزر مصنوعة من الكرتون السميك والمقوى، يعني ما بتنخزي وبنفس الوقت منها تقيلة بالحمل. شو أورجانايزر بتساعد 12 جوز أحذية مقسمة مثل ما شايفين لكزيات مرتبة، وإلا غطا شفاف فينا نشوف من خلاله، وهيك بتسهل علينا أنه نختار الشوز يلي بدنا. قياسها مناسب كتير 55x60 سم وارتفاعها 11 سم، يعني فينا نحطها تحت التخت أو بأرض الخزانة، وفينا حتى نوقفها ونتركها ظاهرة برات الخزانة لأنه حجمها براكتيكل ومرتب. ولأنه حجمها مثل ما قلت براكتيكل، فيكن تحطوا 2 أو 3 شو أورجانايزر حد بعضهم ب $26 بتحصلوا عليها. والعرض هلأ كل ما تشتروا 2 شو أورجانايزر بتحصلوا على التالتة مجانا. تصلوا على بست سيلر على 01-44-55-55. قدامنا نعطي الهم بس بدنا نقطع شيء، بدنا نشيل الكاتينج بورد والسكين المناسب لكل شغله، والتقطيع بياخذ معنا وقت والتنظيف كمان. بس مع كوب اكسبرس انحلت هالمشكله. كوب اكسبرس هو سكين وكاتينج بورد بنفس الوقت، بقص لنا حيالله شيء بدنا اياه بثواني، بقص 10 مرات اسرع من الطريقه التقليديه. بقص الجزر، البصل، الخيار، الذره، بطاطا، جبنه، دجاج واللحمه. كوب اكسبرس مزود برسور لتسريع عمليه القص، ومزود كمان بقفل لسلامتنا تنضب من دون ما ياخذ محل. فيكن تحصلوا عليها ب $24 بس. ما لكم الا تتصلوا ببست سيلر على 01-44-55-55 وبيوصل لعندكم وين ما كنتوا بلبنان فري ديليفري. من زمان طناجر الضغط بيسهلوا لنا حياتنا وبيطبخوا بسرعه، وهدول الطناجر اهين واسرع للطبخ. هالست مؤلف من طنجرتين، وحده 9 لتر والثانيه 6 لتر، وفينا نستعملهم اثنيناتهم كطناجر ضغط او كطناجر عاديه، لانه بيجي معهم غطا للضغط وغطا للاستعمال العادي، وفينا نبدلهم مثل ما شايفين. مصنوعين من ستانلس ستيل 18x10 ومسكة باكليت، يعني ما بيحموا ابدا. هالبريشر كوكر مكفولين وبريحوا البال، فيكن تحصلوا عليهم الاثنين ب $139 بس، وبيطلع معهم هلا هديه هالعصاره على الكهرباء، وما بقى نعصر بايدنا ونتعذب. تصلوا ببست سيلر على 01-44-55-55 وبيوصلوا لعندكم وين ما كنتوا بلبنان مع هيدي الهديه فري ديليفري. مين منا ما بيعاني من اوجاع الظهر والرقبه، ان كان بعادتنا الغلط بالمكتب او اذا بحكم شغلنا عن السواقه لوقت طويل او باي عمل متعب بنعمله بحياتنا اليوميه. رويال بوشر مشدد بينلبس على الظهر لتجليس العمود الفقري وانحناء الظهر، مش مثل غيره من المشدات، مصمم بطريقه كتير مريحه لحتى ما يزعج بالتنفس، وحتى فيكن تلبسوه تحت التياب لانه منه سميك وما ببين. ولكل شخص عنده ديسك او تكلس ما له غنى عن رويال بوشر، بسعر $28 بس واصل لعندكم وين ما كنتوا بلبنان من دون اي كلفه توصيل اضافيه. رويال بوشر كفيل للتخلص من اوجاع الظهر والرقبه. ما لكم الا تتصلوا ببست سيلر على 01-44-55-55.
لكن للناس اللي بيعانوا من مرض التكلس والنشاف بالعمود الفقري الظهر أو الرقبة، الحل الطبيعي الوحيد هو ريفلكس كريم. هالمستحضر مكون من زيت السنوبر، الصبار ومادة الألونتوين. ريفلكس كريم كفيل بإعادة ترميم الخلايا الغضروفية، تنشيطها وتجديدها. مادة الإلاستين والكولاجين بيخلوا الغضروف سميك وخلايا متماسكة ليقدر يعطينا على طول انزلاق ورياحة بالمفصل، وما نعود نحس بأوجاع عند الحركة. ولكن يلي بيمارسوا رياضة وبيتعرضوا لوقعات وكدمات قوية فيهم يستعملوا ريفلكس كريم ليتجنبوا المشاكل الغضروفية والتكلس. ريفلكس كريم فيكن تحصلوا عليه ب $45 بس وين ما كنتوا بلبنان من دون أي كلفة توصيل إضافية. ما لكم إلا تتصلوا ببسالر على 01-44-55-55. قدي منتعذب تنلاقي المخدة يلي بتريحنا، وأوقات بالسفر منضطر ناخد مخدتنا معنا يلي معودين عليها. مع إيربلو ما بقى نعطل هالهم لأنه بتناسب كل الناس. فيها 65 مليون مايكروبيتس، بس نحط رأسنا عليها هي بتتأقلم على الوضعية يلي أخدناها ويلي بتناسبنا وبتحافظ على وضعية جالسة للعمود الفقري من الرقبة لأسفل الظهر. يعني ليلي عندهم وجع ظهر كتير رح يستفيدوا ويرتاحوا بس يستعملوا إيربلو. مغلفة بقماش بيتنفس لنوم منعشة وصحية أكتر، وهالمخدة لأنها مش قاسية بتمنع تجاعيد الوجه إنه يتطوروا ويزيدوا، كما أنه بتساعدنا على عدم الشخير لأنه وضعيتنا بتكون سليمة كل الليل. فيكن تحصلوا على إيربلو ب $26 بس وين ما كنتوا بلبنان فري ديليفري. تصلوا على بسالر على 01-44-55-55. هول كانوا الايتيمز، إن شاء الله يكونوا عجبوكن. ما تنسوا فيكن تتصلوا على بسالر على 01-44-55-55 حتى بعد الحلقة. تابعونا دايماً على MTV. Thank you.